يعني هسه انت ملكيتك ابد كل شيء ما عندك؟ والله كل شيء صفر. صفر؟ صفر. ولا الف عندك؟ ولا الف. من يبنها؟ هم تشتغلون بالقواطن انتم؟ نشتغل بالقواطن بس الشيخ الاهل يقول لك 7000 5000 ما نحصل. ما تحصل. اي منين نحصل؟ مفاجأة كلش حلوة. رحم الله والدي خالد. انت قلت لا تنساني. اي والله قلت وما نسيتني. انا ابد ما نسيتك. اي بالله. الفرات لا تنسى ابو مادح ولا تنسى كل الحالات اللي التقينا بيها. اكيد. هذه السيارة اليوم جاية، انا من رحت من يمك. ايه. اوقف انت هنا. سجلت كل اللي تحتاجه انت. رحم الله والدي خالد. واليوم قعدنا انا والاخوة. وجهزنا لك كل اللي تحتاجه ها واكثر. رحم الله والدي خالد. فهسه الشباب راح يفتحون هذه السيارة. وينزلوا لك الغراض. ما غسرت. لا هذا واجبنا. بس قبل ما نفتح السيارة ونشوف الغراض. أيوه. المهم انه هو يرضى عنا. انت راضي هالسيلو. تعالي وين رايح؟ تعبان تعبان. تعبان 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 مريض. خلي خلي. ليش بيك؟ مريض خيخ. خلي. صحة وعافية صحة وعافية. صحة وعافية ان شاء الله. صحة وعافية. الله يعافيك. انت متفاجئ لو مريض لو شنو؟ لا والله مريض. مريض. ظهرك. احنا هم ما نسيناك. ابقوا شباب ويانا. ادري بي مريض ومطلوب. وابنه مريض، قرار وينك؟ طبعا هذا مبلغ مادي من الفرات، ادري بيك مريض. رحم الله والديك. ومديون وعندك طفل. اي والله. فكل اللي تحتاجه صار يمك هسه انت. رحم الله والديك. هسه ايش تقول؟ وجهك لا وجهك الخير ان شاء الله. اي والله. وجهك الخير. ابو مادح بس هو وجهه الخير؟ بس هو احنا القعدة ما سوينا لفوف انتم بس عافني ومرحبا بخير. ابو مادح تعال ابو عقيل تعاملنا يومكم شلون تعاملها شلونه؟ لا ابو مادح مصدوم هنا اللي تاثر اكثر مسلم. مسلم مسلم اللي طلع من الكادر ويبكي. هذه الحالات الماساويه الناس اللي تعيش هنا بالمناطق العشوائيه ابو مادح وغيره كذي حالات جدا مؤثره وانت تستحق اللي قدم مؤسسة الفرات واكثر. هسه شنو فطورك وتأسى مصدوم مصدوم موجود احنا جعنا وعطشنا شوربه ودجاج سوى فطور زينه؟ زينه ها والله يلا قوم اعطيني بوسه اعطيني بوسه ولا يلا والله ما اقدر يلا شباب سياره يلا خلينا نشوف الغراض يا الله اقول لك انا توقعتك انت ابو مادح تعال ويانا شوف السالفه شباب مسلم يلا شباب جبنا حلاق الأبو مادح زين أو لبس ملابس جديدة أو صار جن عريس